طيب أيها الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديثنا اليوم عن المدرسة السوفسطائية. فهذه المدرسة كانت في المرحلة الثانية من دور النشأة في تاريخ الفلسفة اليونانية. فالمرحلة الأولى وجدنا تلك المدارس وفيها رجال من بدءا من طالس ثم أنيكسامندريس أنيكسامانيس، ووجدنا مدرسة فيثاغورية أو فيثاغوراس، وكذلك وجدنا هيروكليتوس. فالآن المدرسة السوفسطائية تكون في المرحلة الثانية في دور النشأة، وكذلك بعد هذا حديثنا سيكون عن سقراط، وكذلك في المرحلة الثانية في دور النشأة، ويأتي بعد ذلك دور النضج، وذلك في أيام متمثلا بالفيلسوف المشهور أفلاطون، ثم أرسطوتيلس، هذا أرسطو. فالمدرسة السوفسطائية، فالكلمة كلمة السوفسطائية هي كلمة يونانية، والكلمة ترجع إلى سوفيستوس التي هي بالمعنى المعلم في أنواع من العلوم، خاصة في علم البلاغة وعلم البيان. فسوفسطائيون هو رجل نسمي بسوفسطائيون أو سوفسطائيون أو سوفسطائيون، فهي الكلمة من كلمة سوفيستوس هذا. فالمدرسة السوفسطائية هذا عبارة عن جماعة متفرقة في أثينا، كانوا من أصحاب البلاغة والبيان، و وماهرون في الجدال والمناقشة، لكن تلك المناقشة والجدال ليست المناقشة أو الجدال لأجل الوصول إلى الحقيقة، لا، بل للهدم عن الحقيقة. فكانوا بتلك المناقشة والمهارة في البيان والبلاغة كانوا يخطئون الناس والشباب في أثينا، فيشككون الناس أمر الحقيقة. فهم لا يعترفون بالحقيقة، المدرسة هي عبارة عن تيار
تيار فكري هادم للحقيقة، فهي مشكلة في تاريخ الفلسفة اليونانية. فتمتد المدرسة حوالي 50 عاما، فنجد في هذه المدرسة رجال، وسنتحدث 2 أو رجلين منهم، كيورجياس و كيورجياس ونجد فيما بعد البروتاغوراس. الزمان هذا حوالي في القرن الرابع، أو الخامس إلى القرن الرابع، أو القرن الرابع قبل الميلاد. فسنجد مثلا بروتاغوراس، فبروتاغوراس هذا ولد وعاش في من 480 إلى 410، فكان كيورجياس في نفس الزمان. فهي ليست المدرسة، لم تكن مدرسة فلسفية بالمعنى الدقيق، بل هي عبارة عن جماعة متفرقة هكذا، لهم آراؤهم والمهارة في الجدال والنقاش وعلم البيان، لكن ليس لأجل الحقيقة بل لهدم الحقيقة، ويثيرون الشك للشعب عن الحقيقة بل عن الإله. فنتحدث الآن بروتاغوراس. فبروتاغوراس هذا رجل مشهور من بين رجال في المدرسة، السوفيستوية. فكما قلنا أنه ولد في سنة 480 إلى 410 قبل الميلاد، فكان يذكر أنه التقى بديموكريتوس. وهذا الرجل يشك في أو شك هو في وجود الإله، وهناك كلمة وعبارة مشهورة عنه حيث قال: لا أستطيع أن أعلم إن كان هناك آلهة موجودين أم غير موجودين. فالقضية قضية طويلة وغامضة، والحياة قصيرة. فهذه العبارة مشهورة عن بروتاغوراس، وأنه يشك في وجود الإله. فبروتاغوراس ملحد، والناس وجدوه ملحدا، فحكم بالإعدام وأخرقت كتبه، الكتب من أعمال بروتاغوراس هذا أخرقت في تلك الأيام. فمن بين فلسفته، وخاصة في المدرسة السوفيستوية، هي المدرسة خاصة في نظرية المعرفة، فنجد من بين آراء بروتاغوراس المشهورة حول نظرية المعرفة خاصة، فنجد هناك أصول آراء بروتاغوراس. فماذا قال؟ أولا: إن الإنسان الفرد هو مقياس الأشياء جميعا.
fal insan huwa mikyasu mikyasul hukum fa hadzal asl aslun khatirun fa al haqiqa faqat inda kulli insanin fa bi tanawwu'i al insan fa hunaka haqa'iq mukhtalifa bi ikhtilafil insan li syai'in wahidin fa al miqyas huwa miqyasul fard fa anta taqul hadha khairun wal akhar yaqul hadha syarrun li syai'in wahid idzan hunaka haqiqatan li syai'in wahid taban hadha khatar wa batil fa hiya al fikra an nisbiyyah tiri nisbiyyah syai' wa anna syai' nisbiyun qad yakunu ladhidan indal akhar wa qad yakunu ghairu ladhidin indal akhari indal akhar wa qad yakunu huwa syarrun fi ra'yi nadari ahadin wa huwa khairun indal akhar qad yakul ahadun hadha sahih lakin qad yarfudu dhalika ahadun akhar wa qala annahu batil fa laysa dunakal haqiqa al mutlaqa fi ra'yi pritaku rasbi hadzal asl li anna al haqa'iq mutanawwi'a bi tanawwi'il insan fa hadza wal asl al awwal wal asl al thani wa anna al hawas al wasilah fa fi nadhariyatil ma'rifah fa kunna nahnu na'tarif ala al aql wal wahyi wal iham wal'aulu al-ilm al-ishraqi wa bidunil kasab masalan la amma Protagoras min dimnil madrasa sofisto iya fa ya'tarafa faqat bi annal hawas wal master al-wahid li al-haqiqah walidhalika madama al-miqyas wa al-hawas faqad yakunu yakhtalifunna faqad takhtalif an-natija fa anta tara wa ana ara wa ma tarahu rubbama ghairu ma ara fa anta tash'ur shay'an wa al-akhar yash'ur shay'an akhara fa hadha لأن الحواس هي الوحيد لمصدر المعرفة في فكر هذه المدرسة خاصة في فكر بروتاغوراس وثالثا أن الحقائق المطلقة وهم إذن هو لا يؤمن بالحقائق المطلقة ولا يؤمن بوجود الحقيقة بصفته tabiatihi liza litilka dzat li syai'in laisa hunaka ausafin muayyanin wa sifatin muayyanin li adzat li dzati syai' li dzati syai' li dzati syai' fa hiya tubtilu hadhil madrasah wa hadhil falsafah falsafatu adab Protagoras tubtilu al-haqiqa al-mutlaqa fa najid al-asl ba'da dhalika an innal ma'rifa laysat ghaya fi dhatiha lakin al-ma'rifa bal tuqaddar bimikdar ma tu'addi min kasbin li ajli rizq li hadaf akar laysa li hadafil ma'rifa li dhati bal li hadafin nafsiyin wa fardiyin wa hadha taban hadhihi al-falsafa tahdimu al-nadhariyat al-ma'rifa kamilatan fa la ta'tarif wujud al-shay' wujud fama narahu amamana faqat hadha ala hukmi al-fard fatahtalif an-natija baina fardin ila fardin akhar fa ar-rajul ath-thani najid wa dhahaba hadha ar-rajul ma dhahaba ilayhi Protagoras wa hadha ar-rajul ismuhu Georgias
فكان في نفس ال ولد في نفس السنة وتوفى بعد ذلك لحوالي توفى في ماذا في 370 حوالي كده، لكن هو أطول عمرا من هو أطول عمرا من بروتاغوراس، مما كان ولد في نفس السنة. فهذا الرجل في عصر واحد مع بروتاغوراس وجورجياس، هذا استمر جورجياس هذا رأي بروتاغوراس، فانحصرت فلسفته في قضايا ثلاثة. فالقضية الأولى أنه قال لا يوجد شيء، أو لا شيء، لا ليس هناك شيء موجود، هذا فكر متطرف. فأمامنا كمبيوتر ولها خصائصها وكتاب، هذا كتاب مثلا، هذا كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرب، وهذا كتاب الضوء الفلسفة على الفلسفة اليونانية لأحمد محمد محمود الجمل. في نظر جيرجياس ما نراه أمامنا ليست حقيقية وليس شيء موجود، ليس بشيء موجود. فالقضية الثانية قال إن وجد شيء فلا يمكن أن يعرف هذا الشيء، والإنسان عاجز في معرفته. إذن في الأصل الأول أنه قال ليس هناك شيء موجود، والأصل الثاني إن كان هناك شيء موجود فلا يمكن أن يعرف هذا الشيء، لأن الإنسان عاجز في معرفة ذلك. والقاعدة الثالثة تقول، القضية الثالثة تقول إن كان هناك شيء موجود وإن كان هذا شيء موجود، أو إن كان هناك رجل يعرف شيئا موجودا فلا يمكن تعريفه وإيصال هذه المعرفة إلى الآخر، فالمعرفة عنده فقط، عنده فقط. تلك هي الأصول المهمة والقضايا المعرفية. طبعا المتطرفة في ربط الحقيقة، في ربط حقيقة الوجود، فما رأينا أمامنا ليست وجودا حقيقيا، فقال إنه ليس هناك شيء موجود. إن كان هناك إن كان هناك شيء موجود فالإنسان عاجز لا معرفته، حتى إن كان هناك إنسان أو أحد يعرف شيئا بأن هناك شيئا أنه يعرف شيئا موجودا، فهو لا يقدر ولا يستطيع إيصال تلك المعرفة أو علمه إلى آخر، فالعلم قاصرة عنده فقط. طيب، هذه هي الأسس والقضايا أو في فلسفة هذا الرجل جورجياس، هي فلسفة هدامة للمعرفة. فسنجد إن شاء الله في المحاضرة القادمة أن هناك رجل مشهور هو فيلسوف يأتي بعده، بعد هذا الرجل.
هذا الرجل سنتحدث إن شاء الله هو سقراط. وسقراط سنتعرف فيما بعد أنه جاهد في إقامة الدليل بأن هناك حقائق مطلقة بأن الحقائق المطلقة موجودة. فجاهد سقراط إلى هدم جاهد سقراط في هدم تيار الفكري السوفسطائي. وكما نجد هذه المدرسة كذلك في ماذا في الحوار حوار أفلاطون. فذكر أفلاطون في حواره أن هذه المدرسة. فنكتفي بهذا القدر، فنلتقي إن شاء الله، وسيكون هناك تقديم من الطلبة في موضوعات القادمة، فسنتعلم فندرس عن سقراط ثم أفلاطون ثم أرسطو. طيب، نكتفي بهذا القدر ونلتقي في المحاضرة محاضرة في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.